عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بلا إله إلا الله محمد رسول الله. كيف حالكم يا جماعة؟ كيف صحتكم؟ أخباركم؟ أنا حاب أحكي كلمتين لا أكثر إن شاء الله. إن شاء الله راح تشوفوا تغييرات عندي بالقناة كثير. القناة راح يبقى معي مناحي وجميع من الأصدقاء، يعني كم شخص راح يكونوا معنا بإذن الله. طبعا الأشخاص هذيك للمساعدة ممنعي معي على طول إن شاء الله. مناحي يعني هين وهين على كل الجهات، بالقلب بالأحرى زاد. فأحب أقول لكم كلمتين. هاني أشكر كل أصحابي وأحبابي وكل من حط لنا لايك وكل من حط لنا ديسلايك. طبعا هي تعرف حالها، أم ما أريد أكملها، صاحبة الديسلايك ما بدي أكمل، لأنه إن كملت أصحابي راح إن شاء الله، المهم ما بدنا من الكلام هذا. فراح تشترك معنا أخت إن شاء الله بالأيام القادمة، وإن شاء الله راح نعمل عمل أكبر من هيش، وراح نطور عملنا، وإن شاء الله راح ينال إعجابكم. وأتمنى من أصحابي وأحبابي، أتمنى التفاعل يا جماعة. طبعا التفاعل مو إلي يعني، بس بين بعضكم. والله ما في نجاح إلا في تفاعل. خلاص أنت حطيت الاشتراك ومشيت، ليش تحط الاشتراك؟ تفاعل تفاعل مشان تتفاعل معاك الناس، تساعدوا. في ناس صار لها سنتين، أنا بعرف ناس صار لها سنتين بالقناة سنتين من خلص الشرط الثاني. ليش؟ لأنه ما في، وعنده 3000 و4000 مشترك و5000 ولسه على الشرط الثاني ما خلصته. ما في تفاعل، والله العظيم حرام. ما في نجاح من دون تفاعل. فأتمنى التفاعل يا جماعة، أتمنى التفاعل، التفاعل أهم شيء التفاعل. وبارك الله فيكم جميعا، ولا إله إلا الله محمد رسول الله، وجزاكم الله خيري الدنيا والآخرة جميعا، والسلام عليكم.